والآن ستعطى الحلاوة أخرى. أي 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 المنتخب السعودي يسجل الهدف الثالث أقل من دقيقة ونصف. ماجد عبد الله النجراني يسجل هدف التعادل في أسرع وقت ممكن للتعديل. الفرحة لم تعمر طويلا، الفرحة لم تعمر طويلا، هذا شيء إن كان يوضح يوضح شيء واحد، هو أنه نتابع مستوى راقي لهذه الدورة. هدف كذلك سجل بطريقة جميلة أيضا.